صباح الخير متابعينا في الأردن. نهار اليوم الخميس بإذن الله رح تكون الأجواء غير مستقرة، وأيضا في احتمالية لهطول زخات الأمطار رح تكون رعدية، وأيضا نشاط في الرياح الشرقية المثيرة للغبار في عموم مناطق المملكة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله نهار اليوم الخميس على العاصمة عمان؟ بتسجل 20 مع أجواء مغبرة، والملموسة 19، ونسبة الرطوبة 63%، وسرعة الرياح 40 كيلومتر في الساعة تكون شرقية نشطة السرعة. أما كيف رح تكون درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله في باقي مناطق المملكة ابتداء شمالا وإربد نهار بتسجل 23 ليلا 15، كل ما المفرق جرش وعجلون بين 23 و 21 مئوية، أما ليلا بتنزل 13 درجة مئوية وأجواء مغبرة. أما مناطق الوسط والعاصمة عمان نهارا 20 ليلا 13، كل ما البلقاء الزرقاء ومادبة بين 24 و 23، أما ليلا بتنزل 11 درجة مئوية. البحر الميت أجواء مغبرة أيضا 30 نهارا وبتسجل ليلا 19 درجة مئوية. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية والكرك 19 نهارا 12 ليلا، الطفيلة 21 نهارا 12 ليلا، الشراه 19 نهارا 10 ليلا، ومعان أيضا 19 نهارا و11 ليلا، أما العقبة 24 نهارا و15 درجة بتسجلها ليلا وأيضا أجواء مغبرة. أخيرا المناطق الشرقية وكل مرويشد الصفاوي والأزرق نهارا 23 وليلا بتنزل ل 12 درجة مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. متابعينا بدي أذكركم ما تعملوا اشتراك على قناتنا على اليوتيوب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إلى هنا، إلى اللقاء.